نبضات الصباح. تقوم إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بدور حيوي ومهم من خلال الرقابة الفاعلة على جميع السجلات التجارية للتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات الداعمة لعمليات الرقابة والتفتيش من خلال اعتماد خطط تفتيشية ورقابية شاملة على جميع المنشآت والأسواق التجارية والصناعية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين وضمان سير الحركة التجارية على النحو الصحيح، حيث يتم اتخاذ إجراءات رقابية وجزائية رادعة بشأن بعض المحلات التجارية المخالفة واستنادا للقوانين والتي تصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، تصل في بعض الأحيان العقوبات إلى عقوبة الغلق الإداري للمحلات المخالفة. وللحديث أكثر في هذا الشأن معنا الأستاذ عبد العزيز العسيري، رئيس وحدة رقابة الأحجار الكريمة من إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة. صباح الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله صباحكم بكل خير، تحية لكم وللمستمعين الكرام من إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، ونشكر لكم هذه الاستضافة. حياك الله أستاذ عبد العزيز، سعداء بتواجدك معنا في صباح الخير يا بحرين، وبودنا أن تحدثنا في البداية عن مفهوم الغلق الإداري ومتى يتم اتخاذ هذا القرار تحديدا. الغلق الإداري هو إجراء قانوني يتم في إيقاف المنشأة عن مزاولة نشاطها التجاري المخالف لفترة محددة، ونقوم بهذا الإجراء عند عدم التزام المخالف بتصحيح المخالفات وإزالة آثارها وتكراره للمخالفة وعدم تجاوبه مع إخطارات الوزارة. إحنا في القالب نحرص على التدرج في الإجراءات ونقوم بإخطار المخالف بالمخالفات، وطبعا المفتش الميداني عند رصده للمخالفة يشرح للمسؤول في المحل طريقة تصحيح المخالفة ويسجل جميع التعليمات في المخالفة، وبذلك حتى يسهل على المالك السجل تصحيح المخالفة، وإذا ما التزم المالك نقوم بإنذار صاحب المسؤولية وبعد نعطيه فترة محددة لتصحيح وضعه القانوني ونستدعيه لحضوره الشخصي، وفي حال عدم التزامه وتأكدنا من عدم تصحيح المخالفة نقوم باتخاذ إجراءات القلق الإداري. وطبعا هذا هو خيارنا الأخير بعد استيفاء جميع ما سبق من إجراءات. وفي حالات ومخالفات جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وراجعة، وخصوصا الحالات التي لها علاقة مباشرة وتسبب ضرر وتأثير كبير على الإنسان أو المجتمع والقطاع التجاري بشكل عام، مثل الغش التجاري أو مزاولة أنشطة تجارية ذات خطورة عالية. فعلى سبيل المثال قمنا بقلق محل لبيع التمور وإغلاق جميع مخازنه، وكان عددها حوالي 4 مخازن، لقيام مالك المحل بتغيير تواريخ انتهاء صلاحية التمور أو رصد مخالفات التستر التجاري، وفي بعض الحالات نغلق فيها المحل بناء على حكم قضائي. نعم أستاذ عبد العزيز، في حالة تم غلق أحد المحلات التجارية إداريا، ما هي مدة الغلق ومتى يتم إعادة فتح المحل والأمور اللي يجب توافرها لذلك؟ تختلف مدة الغلق من حالة إلى أخرى بحسب نوع وجسامة المخالفة. فغالبية حالات الغلق الإداري يتم إعادة فتح المقرات فور تصحيح الوضع، مثلا قيام صاحب المقر بترخيصه، وإحنا حتى في فترة الغلق نحث المخالف ونشرح له طريقة تصحيح وضعه ونساعده حد يعدل وضعه، في النهاية هدفنا تصحيح الأوضاع القانونية في السوق. بعض الحالات وبحسب القانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري تتطلب أن نقوم بإجراءات التصالح مع المخالف، وفي حال الاتفاق على التصالح وسداد المبلغ نقوم مباشرة بإعادة فتح المقر، لكن نأخذ عليه التعاقدات المطلوبة حق يلتزم بالقانون، وبعد نقوم بمتابعة الحالة حتى نتأكد من التزامه. في حالات يصدر بخصوصها أحكام قضائية في الغلق الإداري، بعضها يتم تحديدها بمدة زمنية معينة وبعضها تكون غير محددة، أو قرار غلق نهائي في حالات معينة محدودة، كلها تعتمد على آثار وضرر هذه المخالفة.
نعم أستاذ عبد العزيز، في ختام هذا اللقاء ما هي الرسالة اللي تحب توجهها لأصحاب المحلات التجارية وبشكل خاص لتجنب الوقوع في إجراءات الغلق الإداري؟ من أهم الأمور هو الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون مع الوزارة والإشعارات التي ترسل للمحلات، وأدعوهم بمتابعة تصحيح المخالفات بجدية وعدم التردد بالتواصل معنا لأي استفسار. فقنوات التواصل معنا سهلة ومفتوحة ومتاحة للجميع، سواء عن طريق إيميل إدارة التفتيش أو الواتساب أو أرقام المختصين في الإدارة أو نظام التواصل، وأيضا موجود الموقع الإلكتروني للوزارة جميع الأدلة والتعليمات الخاصة بالمخالفات وكيفية تجنبها وطرق إزالتها. نعم الأستاذ عبد العزيز العسيري، رئيس وحدة رقابة الأحجار الكريمة من إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، ونتمنى لأصحاب المحلات التجارية أنهم يكونون بعيدين عن هذه الإجراءات، أن يعني يتجنبونها. نعم. ويتجنبون إجراءات الغلق الإداري. أشكركم مرة ثانية على حسن الاستضافة. سعداء بتواجدك معنا أستاذ عبد العزيز، وبإذن الله نلتقي في القريب العاجل بإذن الله.